أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مع برنامج عيش براحتك. البلد بلدك، وتحب تقول إيه؟ حاجة عظيمة جدا، حاجة جميلة جدا. إيه ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ أنا حاسس بحاجة غريبة ورايا. الله، إيه ده؟ خد يا أستاذ تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. في إيه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ مش دي كاميرا برضو؟ آه كاميرا. انا قلت انا معدي كده اشاور لها، يمكن اطلع معاكم. يعني انت بتحب الكاميرا يعني؟ قوي قوي يا بيه. وانا كمان. المهم احنا دلوقتي في برنامج عيش، خد حقك في البلد. انت دلوقتي بيقول عليك الراجل الامني في البلد. لا يا بيه، ده مش لبس امن، ده انا كومبارس وعامل دور امين شرطه. كومبارس وعامل دور امين شرطه؟ لا والله. امال ايه؟ لا والله. انا عندي موهبه. ايه ده؟ مين ده كمان؟ يعني انت مين انت؟ انا عوضيني محمد حسنين. عوضيني محمد حسنين؟ انت تقف قدامك ده الباشا بتاعك واجب. انا إيه؟ الامين. انت عسكري ما توقفش كده. بس انا نور. عندي موهبه. طب خلاص ما تبصش فيا. طيب موهبتي الغنى. موهبتك الغنى؟ ايوه. ايه ده؟ ومين ده كمان؟ ايه محمدية؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده كاميرا. دي كاميرا؟ ايوه كاميرا. محمدين. ايه ده؟ كل يوم الكاميرا باي. اوعوا اوعوا، ادوني فرصه بقى. اوعوا اوعوا اوعوا.